أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر لواد ورقا هبين ما أعلن سيدة ميديا وا هبين ما أحد سوق ليسو قدبا حساسيا ينو سو سعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسيا نبادونك كورسيقا هوب إبر كنتان يسدح أو قدبية دعوات كردن أحدوهان محمد عبدالله فرماجو يبالوين تمر ريحان أو كسو هرجي ستي دخان كدوهان محمد عبدالله فرماجو رئيس الوزراء محمد حسين روبلي أيها لكل مي سفير كعصوب أمريكا حلي حيراد لغسو الرغي مدحضة قارن كفيدرال كصوماليا جامع شريح حانشي وأه نبادون كجوفادة به أغادين أي بلوين تمريحان أيها بيان دير كصو ساري وح قيب سيغا إرغادة كور سيغا دور شديسة ديبلو ديغي أي هوب إبر كنتني سدح كاس أو سيد الله شيغي أو مدحويني هوري دوهان محمد عبدالله فرماجو فرقين حوغن كوهايو إسلامار كاسنا أو دونيو إن جبر أو قراب اللي يهي أو سيو دوهان فرماجو أي الله شيغي إن كرسي غاسي أو لدونيو إن لو حيرو خريس القرانة أبشر أو أه جبر أي قراب هو سيهين دوهان فرماجو تاس أو كنتي إن سي أدق أو أغا سوهر جيستو نبادون كجوفادة بح أغادين أو كرسي غان أو كالدهيو جوفادة رير دلال أي مريحان نبادون جامع او قرال كيسا كسعود سيجي قدiga حالن تقلافات دورو شوين كددبان اياجري قدiga شرفت له سلان ايو قدرين ايجا قدوما انيقو اه نبادون جامع شرحانشي او اه نبادون كبالوين دباح اوغادين ايم ريحان وحان هالكاني ايدين كوسو قدبينينا عباشو كسابسان حابك واح قيبسيغا ارقادة كورسيغا باح اوغادين اي حب ايبر كنتاني سدح او ديگان دورو شديسو تاير دو سمر هب جلمدل ايا لويد قرال كتا صوبحي نبادون كا نبادون جامع شراء ايا قرال كيسا كو صوبان ديغاي عدايما موجين ايا حنان كيساند كي لبكوني لحي طبان كي لو قيب سدي ارقادة كورسيغا جوفادة باح اوغادين اي مريحان سيدو كالي وحو عدايي ان حدا اي بيشو اوغوشا هاي ان وح لو قيب سدو سي وافاقسان هبراعي دا دورا شادة دبان اي لبكوني لباتنك لبكوني لبي لباتنك سيكاستباها اهاتي دوهان محمد عبدالله فرماجو ايا جوفادي ساقبيل اهان اوغو حشون وايي ميو اوغو حشان ايا ومدى صوماليات كراستو دا ايا قابك اي اوغو داگيان ان او بوبي وايو سيكاستباها اهاتي مرهدي اي بلوين تمر ريحان كسو هرجيستين دوهان محمد عبدالله فرماجو ما اهان قف ديگ له اسلام مركاسين وحا او دون ايا كرسي كستا او صوماليات ان او بوبو دينا عاكال الرئيس الوزارة صوماليا مدن محمد حسين روبلي ايا ماان تاكول اللقاتي سفير كعصوبة دولة دمريكان كا افرنية صوماليا روبلي ايا سفير كا ايا كا وضحد لي دورشادة صوماليا او وقت ديگيدي كدب دعدي وحونا روبلي لوداگي سفير كا مريكان كا ان هوش دورشادة ايكو سعوتو سي وناكسن اسلام مركاسين اللغو سوگب قبين دون وقت ديگيدا سيدو كلا روبل ايا سفير كعصوب ايا كوضا حدلي امنيقا صوماليا ايا الدقال كلا قولجيرا كوح دارقا جحسادا الشباب ايا دا او سيدو كلا اي سوسو هذا القادن سيدي اي دولة دا مرايكان كاقعان اوغا قيسان لهيد ابارا هباحسان ايكا جرا صوماليا سفير كصوماليا ايا الرئيس الوزاري روبل او بلان قادي انو كلا شاقين دونو دا ما يستيركا دورا شادا ايا سوغيد دا امنيقا قرنكا كولان كان ايا كسو اذا ايا مال مكدب مركي حوغيا ارمه دباد دا مرايكان كان دوني يو بلكين او تلاذا دي كورد واقعي سو ساريس دا حيرادو في ساح او كدان اه شخصيات كهد دا حلال كهيا ايا كوي هوري او سوقبتي صوماليا او لغو ايديي اني مسؤول كيهين وحيالين تهنان كديمقراطية دا صوماليا اسلامر كاسين حيراد يعنو قبتين حوغن لساري دونو مرايكان كا ايا هوري او شيغي انو حيرادو لبيكسان دونو مدح دا صوماليا هدي آنان دورشاد لغو دميستيرين شن اي لباتن كا فبرايو وحانا لغا عبسي قبا انو سو رغو كوو عصوب سيكاستباها اهاتي دوهان محمد عبدالله فرماجو اي رقا اسيغ الله شقيقي اي دلاياشا اه وخصب ان لحيرو اي سن مركل ديبادها اذي كارين دينا عكال سلدان مهدي سلدان عبدالساق وكمده ودياشا دقان كا اي قلمدوك ايام مدح وين احمد عبدالكاري قورقور وقدقاي ان شخصي قارا هاي او حيرو كرسيقا او ترسيقيسو ياهاي هوب وقل افرتان يتضبا او اميكا كفديو حلبان مهد سلات كرسيغاني او ديگان دورو شديسو يهي مقالة دو سمرهب ايا وحا صوب بحيا ورر شيغ ايا ان لوحيد ايو مهد محمد سراد او احي الليبان كهد كفردية كرسيغاسي وحان ربنا حقيق جرتو او رون احي انان كهد اللو كرسيغاني حب وقل افرتان يتضبو ما ملكيس ايا تلديس وحا اسكاله جفد اللي يرهدو باح انا حسن ننك اللي يرهدو قور قور او مدح وينها قل مدوك اه اساو مالحان منا ما مولكارو شقانوكو مالحان ايو يري سلدان مهدي سلدان عبدالرساق سلدان مهدي سلدان عبدالرساق ايات المامي ان لحي طوانكي سنو اي لصور دافي اي اي كرسي اسي اسكو بدليين قويسسك محمود صلاة تربي سيكستوها اهاتي ورباهين تا ايا فهمسن ان قد ديگا دورا شادا قل مدوك اي دوان ايان
in ay ka fogaadaan wax kasta oo eedeymo ugu iman kara maamulka kursigaasi ha yeeshee uu cadaadis ka haysto. Dhanka iyo madaxtooyada galmudug taas oo liddi ku ah habraacyadii doorashada ee horaan loogu heshiiyey kursigaani ayaana doorashadiisu la qaban doonaa axadda. Si kastaba ha ahaatee kursigaani mahadsalaad waxaa kula loolami doono cali yare cali cali jeeb ku jiray oo gacansaar xooggan la leh dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasiya midowga yurub iyo waddamo kale oo diyaariyey liiska shaqhsiyaad cunuqabateen la saari doono islamarkaasina dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo tiimkiisa ayaana ugu horreeya. Waxaa si xowli ay ku socdo wada tashiyo iyo shirar ay yeelanayaan qaar ka mid ay waddamada taageera Soomaaliya gaar ahaan waddamada dhaqaalaha ku bixiya arrimaha amniga mushaarka ciidanka qaranka iyo shaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya. Shirarkan ayaa daba socda go'aankii ay dhowaan qaadatay dowladda Mareykanka kaas oo lagu sheegay in shaqhsiyaad ka mid ay madaxda dowladda hadda jirta iyo madax ka tirsan dowladihii horay dalka u soo maray lagu soo rogay xayiraadda dhanka fiisaha dalku galka ee dalkaasi Mareykanka. Qaar ka mid ay waddamada ku buhoobay ururka midowga Yurub ayaa in muddo ahba qorsheynayay in cunuqabateyn la saaro shaqhsiyaadka khatarta ku ah nabadda Soomaaliya. Sida warbaahinta loo xaqiijiyey waxaa asbuucaani lasoo gabagabayn doonaa liiska shaqhsiyaadka lasoo saari doono cunuqabateynta taas oo isugu jiri doonta mid safar iyo mid dhaqaale. Intaba mar haddii dowladda Mareykanka ay ku saarto cunuqabateyn fiisa waxa ay la mid tahay iyada oo waddamada adduunka oo dhan ay ayaguna ku saareen cunuqabateyn inta badan dadka la saaro xayiraadda fiisaha. Ayaa waxaa gebi ahaanba iska fogeeya bangiyada hay-adaha dhaqaalaha iyo shirkadaha danaha ka leh dalalka Yurub iyo Mareykanka. Waxaa shaki ku jirin in tallaabooyinka ay qaadanayaan waddamada Yurub iyo Mareykanka ay siyaasadda dalka Soomaaliya ka saari doonaan shaqhsiyaad in muddo ahi hortaagnaa ummadda Soomaaliyeed. Dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo dilaaga qosle fahad yaasin ayaa gebi ahaanba ummadda Soomaaliyeed si weyn u maamulaya isla markaasina dembiyo kala duwan geystay. Dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo fahad yaasin xaaji daahir ayaa waxaa si toosa u maamula dowladda qatar taasina adduunka waa uu fahamsan yahay isla markaasina waxaa la doonayaa in laga hor wareejiyo caqabadaha hortaagan geeddi socodka ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee mar haddii uu liiska soo saara midowga Yurub waxaa hubaal ahi tiim filla Soomaaliya in gebi ahaanba ay meesha ka baxayaan isla markaasina madaxweyne cadaalad ahi uu dalkani helayo. Dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed ayaa si adag u beeniyey in uu xiriir ka dhexeeyo ciidamada dhowaan ay dowladda federaalka geysa magaalada Beledweyne iyo safarka la filayo inuu magaaladaasi ku tago. Taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka NISA oo hadda ah la taliyaha amniga qaranka dhagarqabe dilaaga qosle fahad yaasin xaaji daahir. Fahad yaasin ayaa la fahamsan yahay inuu xusul duub weyn ugu jiro kursiga oo tirsigiisu yahay hob eber 86 kaas oo hadda uu ku fadhiyo saaxiibka weyn ee xasan sheekh maxamuud xildhibaan faarax sheekh cabduqaadir maxamed sidoo kalena ah musharax mar kale u taagan tartanka doorashada kuraasta baarlamaanka federaalka soomaaliya. Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ayaa meesha ka saaray wararka sheegaya in ciidamada gorgor iyo haram cad ee la geeyey Beledweyne ay fahad yaasin u boobayaan kuraastaasi. Waxa uu yidhi horta kursiga shaqhsiyaad oo Beledweyne yaala ma jiree 25 kursi ee taalla kursi walba qabiil ayaa iska leh ayuu yidhi 101 qof oo qabiilkaasi ah ayaana dooranaya kursiga ayuu yidhi. Yuusuf Dabageed oo VOA da la hadlay ayaa yidhi kursiga uu fahad yaasin wax ka leeyahayna kuraasta ayuu ka mid yahay ee kursi gaar ahi oo fahad yaasin leeyahay ma jirto. Haddii qabiilkiisu doortaan fahad yaasin ayaa xildhibaan noqonaya, haddii fahad yaasin qabiilkiisa ay dooran waayaana fahad yaasin xildhibaan ma noqonayo ayuu yidhi. Waxa uu intaasi ku sii daray dad dan gaar leh oo dowladnimada Soomaaliya inuu cambaareeyo keliya ay shaqadiisu tahay ayaa jiro, taasi waa cambaareen ayuu yidhi ee wax xaqiiqa ah ma ahan ayuu yidhi Dabageed. Dhinaca kale isla Hirshabeelle ayayna ku jurnaahay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabo Xuseen ayaa magaalada Beledweyne kulan kula qaatay cuqaasha iyo waxgaradka beelaha Baadicade iyo Ciise Mudulood. Madaxweynaha oo kulamo gaargaar ay la qaatay waxgaradka beelahaasi ayaa ka dhagaystay tabashooyinkooda ay qabaan iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta kala dhexaysa maamulka Hirshabeelle isagoo kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka bulshada reer Hirshabeelle. Ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa ugu mahad celiyey nabadoonnada iyo waxgaradka beelahan doorkii muuqday ay ku lahaayeen aas-aaskii Hirshabeelle iyo garab istaagga muuqda ay la garab joogaan dowladda Hirshabeelle
وحانا او بلان قادي اني هلي دونان حقوق والبا او كاقا مقان دولة دهير شبالي دقايستو اوغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك تهي دباتة دلك.